نبدأ اليوم على أمل أن الجمهور يتجمع الباقيتون طبعا خير وبركة. نبدأ أمسيتنا اليوم عن دوريات ثقافية. أسهمت الدوريات الثقافية بشكل رئيسي في التعريف بالأدب والثقافة في الوطن العربي عبر المشاركات المختلفة التي تلقى اهتماما وتجاوبا كبيرا من قبل القارئ، وهو الدور الذي يتوجب على أي مطبوعة ثقافية القيام به. مواجهة للثقافة الاستهلاكية المعتمدة على المعلومة السريعة عبر الإنترنت أو تلك التي يصدرها المنجز السطحي بمجالاته المتعددة كبعض الكتب التي تصنف لدى الباعة على أنها كتب ثقافية أو بعض الملاحق الثقافية في الصحف اليومية بأحسن الأحوال. وتحمل الدوريات الثقافية على عاتقها نشر الفكر الإنساني والآداب والفنون، هاجسها الثقافي خلق علاقة وطيدة أو محاولة خلقها على الأقل مع المنجز من جانب والفرد والمجتمع من جانب آخر، وذلك لتفعيل مفردات الثقافة معرفيا وجماليا وتحديد الدوائر الإنسانية المشتركة بيننا كبشر وإيجاد طريقة حضارية مناسبة للتواصل عبر قنوات الإبداع المتاحة. ولعل ما حققته المجلات الثقافية العربية عبر تاريخها من دور تنويري ساهم بشكل أو بآخر بفتح الحوارات الثقافية مع العوالم الأخرى وتقديم الأصوات المحلية إلى القارئ خارج الحدود، والتأثير والتأثر بالأيديولوجيات والمشاريع الثقافية والفنية أيضا، وهو أمر برأيي يستحق الإشارة والتقدير فعلا، خاصة أن الإعلام لم يكن وقتها يتحمل كل هذا الجهد في إبراز مبدع أو منتج كما يحدث اليوم. يشرف على الدوريات عادة مثقفون مغموصون بالعمل الثقافي، فغالبا يكون التحرك من أجل إصدار مجلة بالنسبة لهم فعلا عاديا يأتي برغبة الفعل الثقافي المنحاز دائما إلى السمو والكمال وربما المجازفة في كل شيء. وكما يقول قاسم حداد إن الحضور الثقافي المميز للمجلة يرجع إلى وجود هيئة تحرير مميزة أيضا. وفي البحرين صدرت بعض المجلات الثقافية التي أحدثت حراكا ثقافيا مميزا في منطقة الخليج والوطن العربي. لكل مجلة أو دورية صدرت وتوقفت أو لا زالت مستمرة في الصدور قصص وتحديات رافقت ولادتها وربما وأدها ونهايتها، بدءا بكلمات التي قام بتأسيسها الأستاذ علي عبد الله خليفة والأستاذ عبد القادر عقيل عام 76 واستمرت حتى عام 85 صح؟ 86 وكلمات في عام 83 التي كان عقيل أيضا شريكا مع قاسم حداد في تأسيسها، مرورا بالبحرين الثقافية التي تكمل عامها 18 هذه السنة، ثم ثقافات الأصغر عمرا بقليل والصادرة عن جامعة البحرين ويرأسه تحريرها الناقد دكتور علي الهاشمي، ومجلة الثقافة الشعبية التي تحمل شعار رسالة التراث الشعبي من البحرين إلى العالم، ومجلتي العلوم الإنسانية والدراسات الاستراتيجية الصادرتين من جامعة البحرين ومركز الدراسات والبحوث سابقا، وليس انتهاء بكرس التي صدرت عن أسرة الأدباء والكتاب واستمرت حتى 2009. لكل مجلة ثقافية قصة وحدث وحكاية وقفت وراءها أسماء تعبت وكافحت من أجل تفعيل الحراك الثقافي وإذكاء التنافس بين الباحثين والمبدعين إقليميا، خصوصا أن معظم هذه المطبوعات اتجهت إلى كسر جدار المحلية إلى حيث الفضاء العربي وربما العالمي. والمتتبع لسير الإصدار والعقبات سيكون على يقين بإصرار بإصرار هؤلاء المثقفين على إشاعة لغة الإبداع والفكر بكل ما هو متاح من إمكانات متواضعة ومخاطر كبيرة حتى على الصعيد الشخصي، مساقين لفكرة الدفع بعجلة التنمية المعرفية والثقافية
ولن نتفاجأ المتتبع أيضا بأن القائمين على بعض الإصدارات المذكورة والمساهمين فيها لم يتسلموا مقابل عملهم عائدا ماديا يدفعهم إلى خوض ما خاضوا في سبيل إظهار مطبوعاتهم. نجتمع الليلة مع قامات ثقافية وأدبية منيعة عن التعريف، لا أميل إلى أن أستعرض سيرهم الذاتية التي نعرفها جميعا بالتأكيد، ليتحدثوا في خبايا وأسرار معاناة منجزهم الثقافي والرسالة التنويرية التي قامت بها الدوريات الثقافية على الصعيد المحلي والعربي وأشياء أخرى. فتفضل أستاذ عبد القادر العقيلي. شكرا. أنا أقترح إذا تسمحون دقيقة صمت على روح يعني الفقيد بسلام صراحة. تفضل. صراحة الفاتحة. صح. أي رفيق وين يقولون الفاتحة؟ لا يتركش ما يقولون. مساء الخير. مساء الخير. سعيد جدا بوجودي في هذا مع هذا الجمع الطيب حقيقة الأخت زهرة عن المشتغلين في المجلات الثقافية هم أصحاب هوس، لم أجد أكثر هوسا من علي عبد الله خليفة والدكتور حسن مدن، وأنا كان شاركتهم في كثير من هذا الهوس في إصدار مجلات. سأتحدث بشكل عام عن دور المجلات الثقافية ودورها في الحراك الثقافي، وأترك مجالا أكثر للأستاذ علي عبد الله خليفة والدكتور حسن مدن لسلط الضوء على تجارب إصدار المجلات الثقافية بالذات في رافد الإماراتية والعديد من المجلات التي شاركت فيها الأستاذ علي عبد الله خليفة. إن الرواد الأوائل الذين أنشأوا المجلات الثقافية الأولى في الوطن العربي مثل مجلة روضة المدارس المصرية التي صدرت عام 1870، ومجلة الجنان اللبنانية التي صدرت في العام نفسه، ومجلات مثل الكويت والرسالة المصرية والمنهل السعودية والكاتب العربي المصرية والآداب والشعر والكرمل ومواقف والناقد، كانوا مدركين لأهمية المجلة الثقافية ودورها الذي جعل منها قوة دافعة لمسار النهضة العربية في القرن 19 وفي القرن 20، ودورها الحضاري في معركة التقدم، فهي كانت آلة هدم للعالم القديم والتمهيد لبناء عالم جديد يخلو من كل سلبيات الماضي المتخلف وعوام الجمودة. لذلك خاضت المجلات الثقافية معركة النهضة التي اعتمدت على جهود صناع النهضة الذين جعلوا من مجلاتهم الثقافية سلاحهم في معارك الحريات السياسية وترسيخ حضور الدولة المدنية وتأكيد حتميتها في مسار التقدم، وأشاعوا مبدأ التسامح في الفكر والعقيدة، وحاربوا الطائفية والنزعات العرقية فضلا عن أشكال التمييز الراسخة ضد المرأة، ودافعوا عن حق المرأة في التعليم والمشاركة الاجتماعية، وانفتحوا على العالم بكل تياراته، ولم ينسوا الوقوف في صف أنواع الإبداع الأدبي والفني الجديدة، فآزروا بما أكد حضورها وجعلها جزءاً لا يتجزأ من بناء ثقافة النهضة. واستطاعت هذه المجلات فتح آفاق الحوار الثقافي مع العالم المتقدم كله وتقديم أفكاره وتياراته وفنونه الإبداعية الجديدة إلى القارئ العربي، الأمر الذي أخرج هذا القارئ من عزلته وعمق فيه الوعي بأنه ينتسب إلى الإنسانية التي لا يتناقض انتساب إليها مع انتمائه إلى وطنه أو إلى عروبة أو دينه. المجلات الثقافية فتحت الأبواب لترجمة الأنواع الأدبية الجديدة التي لم يعرفها العالم، وكما أدى تبني المجلات الثقافية العامة لقضية المرأة
إلى تتابع إنشاء المجلات الثقافية النسائية، مثل ما الأمر مع المجلات التي تعنى بالفنون الجديدة مثل السينما والمسرح والموسيقى. ومع انتشار التقدم التكنولوجي وانتشار المنتديات والمجلات الثقافية الإلكترونية، أصبح هناك إمكانية الوصول إلى المنتدى أو المجلة الثقافية الإلكترونية في أي مكان ودون الحاجة إلى دفع تكاليف مالية. فاتسع بذلك دائرة قراءها، كما أنه أصبح هناك اتساع كبير في هامش الحرية المتاح لها، وفتحت بذلك أمام القارئ العربي من الآفاق المعرفية ما لم يكن متاحا له من قبل، ليجد فيها الكاتب حقولا من الحرية التي لا تطالها أصابع الرقابة وحراس الكلمة المحبوسة، فلا عمليات شطب للجمل والفقرات وتحريف الكلمات، ولا رفض للمواد والإنتاج الأدبي. وإذا تطرقنا لدور المجلات الثقافية في دول الخليج العربي، فنجد أن المجلات التي اهتمت في الجانب الثقافي والفكري والفني والمسرحي وغيرها من ميادين الثقافة عديدة، وهي للأسف ليس لها قدوم كبير، وهي تنقسم إلى نوعين: الأول مجلات شهرية، والآخر مجلات دورية. بالنسبة للنوع الأول، فإن مجلة العربي الكويتية التي تأسست في نهاية خمسينيات القرن الماضي هي من أبرز المجلات العربية على الإطلاق، ولعلها هي التي قدمت الكويت للعالم العربي، وتمتاز لأنها غير متخصصة وتقدم مادتها لكل الشرائح العمرية والثقافية، وتتسم بالانتظام في الصدور والوصول إلى كل مناطق التوزيع في العالم، وهذا أكسبها حضورا قويا، ونجحت في تعريف العالم العربي بأجزائه، حيث كانت تحتفي بكل عدد بمدينة العالم. بالإضافة إلى مجلات ثقافية شهرية أخرى مثل المجلة العربية التي صدرت في السعودية نهاية السبعينات القرن الماضي، ومجلة دبي الثقافية، ومجلة الفيصل، ومجلة الدوحة والرابط الإمارات. أما المجلات الدورية فقد كانت أكثر عمقاً في القضايا، في تحليل القضايا الفكرية، مثل مجلة نزوة العمانية، ومجلة البحرين الثقافية، وعالم الفكر وعلامات والثقافة العالمية وغيرها. ويلاحظ أن معظم هذه المجلات تقدم مع كل عدد كتاباً فكرياً يوزع مجاناً على القراء، مثل كتاب البحرين الثقافية وكتاب الرابط. هناك صعوبة واضحة في معرفة مستويات التوزيع، لكن ما هو مؤكد أن هذه المجلات لا تحقق أرباح، ومعظمها يتبع مؤسسات حكومية أو خاصة، والتي عادة لا تهتم بمسألة الربح والخسارة، بل تنظر إلى المكاسب الثقافية التي تتحقق من وجود هذه المجلات على المدى البعيد. هذه المجلات لم تعكس دول المنطقة بجغرافية الضيقة، بل غدت مكان الإبداع العربي، ورغم أنها تصدر من منطقة الخليج العربي، لأنها عربية الهوى بشمولية البقعة الجغرافية العربية كاملة. إلا أن التحديات التي تواجه هذه المجلات هي في غياب التلقي وسوء التوزيع والرقابة في الوطن العربي، وارتفاع تكاليف الطباعة والشحن. والتحدي الأهم يكمن في تراجع نسبة القراءة في المجتمعات العربية التي لا زالت في أدنى مستوياتها بالمقارنة مع غيرها من المجتمعات المتقدمة. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ عبد القادر، ونستمع إلى أستاذ عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا. أنا حقيقة يعني أريد أتحدث عن تجارب البحرينية بالتحديد. يعني في يعني أنا عاصرت تأسيس واستمرار تقريبا أربع مجلات، ثلاث مجلات في البحرين ومجلة في قطر. مجلة كتابات اللي صدرت عام 1976، ومجلة المأثورات الشعبية اللي صدرت في الدوحة عام 1986، بعد مجلة البحرين الثقافية عام 1994، ومجلة الثقافة الشعبية اللي تصدر هنا في البحرين صدرت عام 2008، وهي مع بداية العام الجديد تدخل عام السادس. أنا حقيقة بس أبدي يعني أرجع على الصعوبات أو يعني الحكايات اللي أوجدت هذه المجلة، لأن وراء إصدار كل مجلة حكاية صراحة، وربما الآن يعني صارت مجرد ذكرى هذه الحكايات، لكنها تعطي صورة عن نظرة
الجهات الرسمية حول مثل هذه المجلات وإيجازاتها وكيف تصدر، ونظرة القارئ إن كان في البحرين أو كان موجود في أي نقطة من أو في أي بلد من بلدان العالم، إضافة إلى يعني نوع من المداخلات اللي تدخل فيها وتخليها في بعض الأحيان يعني تستمر استمرار طيب، وبعدين المفاجآت اللي الصدف اللي تخليها يعني تقف عن الصدور. طبعاً بكل تقدير يعني أنا أتذكر مجلات صوت البحرين، نحن ما نحكي عنها كنا أطفال، لكن صوت البحرين كانت يعني حملت اسم البحرين على النطاق العربي، وكانت مجلة أدبية وفكرية واجتماعية بمعنى الكلمة، وكان صدورها وتواصل صدورها من البحرين علامة من علامات الإنجاز يعني الأهلي في البحرين. لما تأسست أسرة الأدباء والكتاب في البحرين كان هم تأسيس الأسرة هو إصدار مجلة، مجلة باسم كلمات، وفي ذلك الوقت كانت ظروف أسرة الأدباء والكتاب ظروف حصار، يعني كانت الأسرة محاصرة من جميع النواحي، يعني وينظر لأسرة الأدباء والكتاب بأنها هم مجموعة من الحزبيين اللي يعني ضد نظام الحكم، وأن يعني كل العناصر اللي فيها هي مشبوهة ويجب الحذر منها. فكان إصدار مجلة شبه مستحيل، وفعلا قدمنا أكثر من طلب، وكان الطلب دائما هكذا أن إذا تقدم طلب لإصدار مجلة ويمر عليه شهر وما يعني يجاب يعتبر الطلب لاغي. فحاولنا مرات عديدة، وأتذكر أن عملنا يعني وصولات إيصالات بجمع اشتراكات، وعدد كبير من ذلك الوقت الجمهور اللي حب أنه هو اللي اشترك بسنة واللي اشترك بسنتين، لكن على مدى من 1969 لعام 1975 كنا نقدم الطلب وفي كل مرة يرفض. ففي رحلة لي إلى مؤتمر الأدباء العرب اللي عقد في الجزائر التقيت بالمرحوم الأستاذ الكبير محمد مهدي الجواهري، وكنا يعني ودونا إلى مصنع للحليب الصلب، يعني نشوفها كمصنع، فأنا قلت يعني حليب الصلب ما لي صرف فيه، خلينا نقعد في السيارة. نفس الشيء شاركني الأستاذ محمد مهدي الجواهري، فقعدنا نسولف، فسألني ها شو أخباركم، شلون هذا اتحادكم مع الأدباء، والله ماشي تصدروا مجلة؟ قلت لا والله ما نقدر نصدر مجلة لأن الحكومة مو موافقة نصدر مجلة. قال ليش؟ قلت ما يبون مجلة يعني أدبية وكذا. قال يا أخي لا سموها مجلة، سموها كتاب. أنا لمعت في خاطري الفكرة وقعدت ألف فيها. قلت له بس شلون كتاب؟ قال كتاب دوري، ليش سموها مجلة؟ مش ضروري سموها مجلة ممنوع، سموها كتاب. فرجعت إلى البحرين عرضت على الإخوان في أسرة الأدباء، قلت يا جماعة ترى الفكرة كذا 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 كذا. قالوا لا نرفض رفض قاطع، يا أما إصدار مجلة باسم الأسرة يا بلاش. يا جماعة غيروا بدلوا، قالوا لا ما يصير، يا نصدرها باسم الأسرة ومجلة وإلا بلاش. في ذاك الوقت أنا كنت أحاول أكسر حاجز النشر، فأسست دار اسمها دار الغد للنشر والتوزيع عام 74. فقلت خلينا أجرب أنا بروحي أقدم، فقدمت خطاب حق الأستاذ المرحوم طارق المؤيد إنه والله إحنا دارنا بتصدر كتاب في أربع أجزاء بعنوان كتابات على نفس نغمة كلمات، وراح نصدره ونقدم في كل عدد نقدمه للرقابة وتجيزه، إذا أجازت ننشره. وافق هذا هو الباب يعني. ففعلا أصدرنا العدد الأول وسميناه كتابات 76، وأنا جاي نموذج من العدد الأول هو اسمه خذي هذه النسخة المعلبة، لكن كان هذا العدد هو كتابات 76.
طبعا لما صدرت المجلة ومكتوب فيها طبعا ليه أصدرنا 21 عدد يكتب فيها كتابات، كتاب أدبي يصدر في 4 أجزاء خلال العام ووصلنا ونكتب عليه والعدد رقم كذا، الجزء الأول الجزء الثاني، وكل عدد نوديه إلى وزارة الإعلام والجيزة وننشر. طبعا موظف الربع بعضهم تأيد ونشر وبعضهم قالوا لا هذا يعني إخلال بتوجهات البصرة وإن هذا سحب البساط من تحت رجل البصرة، لكن إحنا وصلنا. كان حقيقة القطب المساعد في هذا العمل يعني بسرعة هذا كان رئيس التحرير وهو مدير التحرير، وقدرنا نوزع المجلة يعني طبعنا منها في البداية 1000، بعدين وصلنا ل 4000، بعدين وصلنا ل 9000، وصلنا ل 11000 نسخة. طبعا كانت تصل إلى كل البلاد العربية، وقدرنا نصدر منها 21 عدد يعني من 76 إلى 1985، كان هذا آخر عدد صدر من المجلة وعليه صورة الأديب الكويتي خالد الفارج. خلال نفس الأعداد أصدرنا عدد خاص عن إبراهيم العايض، وكان حقيقة يعني عدد متميز اجتهدنا فيه بمساعدة الأستاذ العري الله يرحمه. القراء في الوطن العربي كانوا يعتبرون أن عندنا مؤسسة فيها على الأقل 80 شخص، فكانوا الناس يقدموا لنا يطلبون وظائف، ناس يطلبون منا مساعدات، ناس يطلبون كذا. احنا كنا فريق من شخصين، احنا هيئة التحرير واحنا الخدام اللي يروحون يشحنون، واحنا اللي نراجع البروبات في المطبعة، واحنا اللي نشيل الكوارتين، واحنا اللي يعني كنا شخصين كنا نقوم بجميع الأعمال، لكن كان في ذلك يعني سعادة غامرة. على كل حال يعني هذه تجربة يعني انا كثير اعتز بها، من أضف يعني الأشياء اللي مرت علينا في هذا المجلة يعني طلب من ليبيا ب5000 نسخة من كل عدد من الأعداد اللي صدرت. طبعا احنا كان علينا تراكم أموال حق المطبع ما قدرنا ندفعها لأن احنا تكلفنا 5 دينار و100 دينار يعني، والموزع ياخذ 50% معناته تبيع ب500 فلس. فقلت حق عبد القادر يا أخي شو نسوي في هذا الموضوع؟ يا والله يعني هذي بيعوضني كل شيء يعني 5000 من كل عدد، احنا صادرين عدد وايد، فرحنا شفنا كم يكلف، فشفنا بعد تكلفته مبلغ كبير. قال المشكلة إذا تراجع أو يمكن النشر يعني الشحن كم يكلف، وقال بعدين هل هذه رسالة صحيحة اللي جاتنا؟ فقمنا اتصلنا بالتليفون، اتضح إن الرسالة صحيحة، يطلبون 5000 نسخة من كل عدد ومن عدد العريض بالتحديد، لأن كان مقرر في الجامعة جامعة بنغازي كانوا يبون 10000 نسخة، لكن للأسف إحنا ما استطعنا يعني ندفع أول شيء قيمة الطباعة، وبعدين لأن لازم نعيد الأعداد طباعتها من جديد، بعدين شحنها مكلف يعني يكلف مبالغ طائلة. أضف إلى ذلك من يعني واحدة من النكت الأخرى، لما وقفوا المجلة صار عندنا ستوك في المخزن محتفظين به، شو نسوي فيه؟ قلنا خلنا نهديه إلى الجامعات ونهديه إلى مراكز البحث، فأرسلنا إلى كل جامعة في الخليج حوالي 50 نسخة من كل عدد، ف21 عدد في 50 شحنة يعني. فأحد الدول الخليجية وصلت الكمية عندهم وإهداء ورسالة إهداء وكذا، جاءنا رسالة من الجهة نفسها اللي أرسلنا لها قالوا إحنا استلمنا يعني الإهداء معكم، بس نبي تعهد ان انتم ما تطالبوا بالردود بالفيزات مقابل. فطبعا ارسلنا لهم تعهد بان ما استلموا، بعدين جابنا فاتوره ان تمت الكميه في المطار ارضيه عليه لازم تدفعها في البحرين. يعني هذه واحده، هاي التجربه الاولى يعني حقيقه في اصدار مجله كتابات. احنا الان عندنا اعداد قليله ومجلدة موجودة، أهم شيء أن المكتبة العامة في البحرين في عندها كم كبير، إدارة الثقافة والفنون موجود عندها كم كبير، جامعة البحرين كذلك موجود منها نسخ. التجربة الثانية يعني أنا بما أطول، المأثورات الشعبية عام 1986 أسست في قطر مركز التراث الشعبي لدول الخليج، فكان
إصدار مجلة يعني من أبسط ما يمكن، يعني من حقوق المركز أنه يصدر مجلة. فأصدرنا مجلة المأثورات الشعبية، أنا كنت رئيس تحريرها، وكان أحد الأخوان هو مدير التحرير الدكتور يوسف عيدابي في ذلك الوقت، وهو الأخوان من السودان وشخصية معروفة في الشارجة كأديب وككاتب وكسينمائي. واستمرت أنا رئيس تحريرها لتقريبا 87، فقط سنتين يعني 86 و87، بعدين أنا رجعت إلى البحرين ووصلت المجلة، بعدين توقفت مع توقف المركز، الآن أعيدت من جديد، يعني يصدرها المجلس الوطني في قطر للثقافة والتراث في قطر، وما زالت تصدر لكن يعني حجم أقل. التجربة الثانية البحرين الثقافي. البحرين الثقافي بعد لها احكام في يعني ويا طارق المؤيد قدمت أنا طلب لإصدار مجلة متخصصة في التراث الشعبي، وكان حاضر في هذا الاجتماع هو اجتماع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الدكتور علي فخرو، كان في وقتها وزير التربية، وكان اجتماع بين الإعلام والتربية على أساس مناقشة كثير من القضايا، فطرح الموضوع في ذلك الوقت. فالدكتور علي قال يا أخي إيش تصدرون مجلة في التراث الشعبي؟ التراث الشعبي شيء إقليمي، خلوا مجلة للثقافة الشعبية، للثقافة العربية، سموها البحرين الثقافية. يعني أنا مجلة يعني بتصدر مجلة أدبية بعد يعني، قلنا أوكي. صدرت المجلة، وأنا كنت أول شيء أنا رئيس التحرير، عينت في هذا الاجتماع رئيس تحرير المجلة، وطبعا كان صديقي عبد القادر يعني هو الذراع الأيمن في هذا العمل، وهو كان مدير التحرير في ذلك الوقت. اشتغلنا يمكن حوالي أكثر من 9 شهور نحضر للعدد الأول، وجهز العدد الأول فقدمناه حق الأخ طارق. طبعا المجلة مرت بالمراحل. التجربة الحقيقة الثالثة قصدي الرابعة هي الثقافة الشعبية، وهي اللي لحد الآن تصدر، وأنا أسست في البحرين أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر، هو يصدر المجلة بدعم من الديوان الملكي في البحرين، لكنها مجلة مستقلة، مجلة أهلية، نحصل على مساعدة في الطباعة وفي التكاليف، ولها طاقم وهي تصدر وتوزع. الآن وصلنا في الطباعة ل 10,000 نسخة. المجلة بالتعاون مع المنظمة الدولية للفن الشعبي توزع في 161 بلد باللغة العربية، وفيها ملخصات بالفرنسي والإنجليزي، ومجلة يعني أنا أشوفها في تقديري في طريقها إلى النجاح. أشكركم. شكرا أستاذ علي على الذاكرة الجميلة الصعبة اللي تطرقت إليها، ونبقى مع دكتور حسن مدد. مساء الخير جميعا. حقيقة الآن مهمتي أصبحت صعبة يعني بعد حديث الأخوين، يعني لأن كثير من الأمور لا كنت أحب أشير بها وأتوقف أمامها وردت في حديث السيد عبد القادر وكذلك السيد علي. مع ذلك يعني لا يقدر تكرار بعض الأمور ما بالتأكيد عليها. طبعا السيد علي خليفة أشار إلى مجلة صوت البحرين، وأنا يعني بتقديري هذه يعني مجلل أو الدورية الثقافية الرائدة يعني في التاريخ الثقافي في البحرين، رغم أنه لم تكن يعني مجلة ثقافية فقط، كانت مجلة سياسية اجتماعية، وفي تبويبها وعلى غلافها مكتوب مجلة اجتماعية أدبية. الحقيقة أنا لفت نظري وأنا صفح المجلة اهتمام الجيل السابق يعني الرعيل الأول من المثقفين ومثقفي الخمسينات الذين أشرفوا على المجلة بفكرة الدوريات. ففي باب يعني أحد أعداد المجلة في باب الأخبار سأقرأ لو سمحتوا سأقرأ خبر أوردته المجلة حينذاك، هذا العدد صدر في 1951 يعني قبل 61 سنة يعني منذ الآن. يقول الخبر: منذ أشهر لفظت مجلة المقتطف أنفاسها وتلتها الرسالة ثم الثقافة ثم القلم الجديد، وها هي الأنباء تردنا عن توقف مجلة الكتاب المصرية عن الصدور، ويتساءل كثير من الأدباء عن السر في هذه النكبة الأدبية، ويذهبون في تعليل ذلك مذاهب شتى، وكان بودنا أن نتناول أسباب ذلك بالإسهاب، ولكن حسبنا أن نقول اليوم أن السر كامل في البرامج العقيمة والطرق الفاسدة
التي تجري عليها المدارس والمعاهد والجامعات في كل بلاد العرب. تبحثوا عن السر في هذا الرقام من الفساد. الحقيقة يعني أنا لم أجد الرابط طبعا المباشر بين التعليم والإيقاف هذه المجلات، ولكن هم أرادوا على ما يبدو الإشارة إلى أن مناهج التعليم أو المناهج الدراسية في العالم العربي لا تضع الثقافة ضمن أولوياتها، لذلك يكون مصير هذه الدوريات التوقف. ويعني يمكن أن نقول يعني أيضا أن ما أشبه الليلة بالبارحة، لأن كثير من الدوريات الثقافية تتوقف لأسباب مختلفة أو تتضاءل أهميتها بالقياس إلى ما كانت عليه. الأستاذ عبد القادر أشار إلى تجربة مجلة العربي، وأنا أتفق معه تماما بأنها من أهم التجارب الدوريات الثقافية عربيا في الانتشار خاصة، لأن كانت في يعني هناك أيضا مجلات مهمة ربما بعد أكثر أهمية كانت تصدر في مصر في وقتها أو حتى قبل ذلك، ولعبت دورا مهما يعني دورا تنويريا مهما، ولكن لم تحظى بالانتشار الذي حظيت به مجلة العربي التي أصبحت يعني موجودة في كل البلدان العربية من الخليج إلى المحيط كما يقال، ونحن نتذكر أننا كنا نتلقف أعداد هذه المجلة بشغف كبير. وكما أشار الأستاذ عبد القادر أيضا، ما يميز هذه المجلة هو عدم نخبويتها، يعني على خلاف الكثير من الدوريات التي تصدر الآن سواء التي تصدر عن الجامعات أو تصدر حتى عن وزارات الثقافة، أصبحت يمكن القول أكثر رصانة، أكثر نخبوية، أكثر اهتمام بالبحوث، بينما كانت العربي موجهة للقارئ العادي، للقارئ المتوسط ومن مختلف الأعمار، وأعتقد هذا هو سبب انتشارها. ورغم أن هذه المجلة لا زالت مستمرة في الصدور حتى اليوم، لكنها لم تعد بالأهمية التي كانت عليها، وهذا أيضا يطرح سؤال، يعني لا أعتقد أن المواد التي تنشر في المجلة الآن ضعيفة أو لم تعد يعني مهمة كما كانت عليه، وليس المشرفين على أن المجلة أيضا بعد وفاة أحمد زكي أيضا أشرف عليها أساتذة كبار أحمد بهاء الدين، وعندما استلمها يعني المثقفون الكويتيون أيضا أشرف عليها مثقفون كبار مثل الدكتور سليمان العسكري والدكتور الرميحي. فلا يعني لا يمكن أن نعزو السبب إلى المادة، إلى طبيعة المادة، وإنما إلى المتغيرات التي حدثت في طريقة توزيع المنتج الثقافي والأدبي في العالم العربي ودخول وسائط ووسائل جديدة، والأهم من ذلك تعدد الدوريات. يعني الآن هناك كم هائل من الدوريات الثقافية العربية التي لا يستطيع الإنسان أن يلاحقها يعني على مستوى يعني كل بلد عربي وعلى المستوى العربي العام. ما أود أن أشير إليه هنا أن الخليج يعني وهذه ظاهرة ربما يعني برزت خلال العقد الماضي وربما أكثر قليلاً، أصبح يسخر بالعديد من الدوريات الثقافية العربية المهمة، ولكن لا يمكن تصنيف هذه الدوريات بأنها دوريات خليجية، وهذا ينطبق أعتقد حتى بالنسبة للنسب على المحطات على الإعلام. كثير من المحطات الفضائية الآن تمول برأس مال خليجي، ولكن لا يمكن أن نعتبرها محطات خليجية. هذه الدوريات إما أن يشرف عليها يعني في ربما البحرين بشكل حالة يعني استثنائية أو خاصة، وإلى حد ما تليها عمان في ذلك، لا يشرف عليها في الغالب إلا يعني مثقفون من البلدان العربية الشقيقة الأخرى، وثانيا هي أصبحت وعاء إلى الكتابات المثقفين والأدباء العرب من خارج من منطقة الخليج. يعني تمسك الآن أي دورية ثقافية تصدر في الإمارات أو في الكويت أو في البحرين أو إلى آخره، تجد يعني حجم المادة المحلية فيها بالقياس إلى إجمالي المادة قليل نسبيا، والغلبة تكون إلى المادة القادمة من البلدان العربية يعني الأخرى. أنا عندما يعني أو عندما نعود إلى صوت البحرين تحديدا، يعني هذه التجربة أنا أعتقد وأنا أقترح على الأستاذ علي خليفة أن يفكر مركز عبد الرحمن كانوا في تنظيم ندوة يعني حول هذه المجلة بالذات، يعني تقييم هذه التجربة، وممكن يعني الحديث في عدة محاور حولها،
يعني ممكن تناولها من عدة محاور، تقسيم يعني هذه التجربة إلى عدة محاور سياسية وأدبية وثقافية ودورها في التواصل العربي. يعني يلفت النظر أن البحرين كانت مركز استقطاب يعني ثقافي لأقلام عربية ليس فقط من المشرق، يعني من العراق مثلا، من البلدان القريبة إلينا من العراق أو إلى الكويت أو إلى آخره، وإنما أيضا حتى من المغرب العربي. هناك مراسلات تأتي إلى إبراهيم العريض وإلى هيئة تحرير المجلة من المغرب، من تونس ومن ليبيا وإلى آخرهم، حتى من فلسطين. شاعرة فدوى طوطان مثلا توجد لها رسالة موجهة إلى إبراهيم العريض، وغيرها من الأسماء يعني القامات الثقافية الكبيرة التي يعني أصبحنا نقرأ لها فيما بعد. بينما عندما نتصفح هذه المجلة نجدها كانت تجد في البحرين منبرا لنشر إنتاجها. هذا يعني هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها هو الدور التنويري. يعني الحقيقة أن الدوريات الثقافية العربية خاصة في ما كان يطلق عليه المركز الثقافي، المراكز الثقافية العربية مثل القاهرة مثل بيروت، لعبت دورا كبيرا ومهما في نشر فكرة التنوير، فكرة التقدم، فكرة الحداثة. و على خلاف يعني دورياتنا الحالية الآن التي تصدر في العالم العربي التي أصبحت، يعني أنا ممكن في هذا المجال أشير إلى حادثة عندما أصدرنا مجلة الرافد، وأنا سأتي على الحديث عنها بعد قليل. بعد صدور العدد الأول وجهنا رسالة إلى عدد من المثقفين والمفكرين العرب المعروفين ذوي يعني السمعة والصيت وإلى آخره، نطلب وجهة نظرهم يعني انطباعاتهم الأولية عن العدد الأول وماذا يقترحونه. لن أذكر اسم الشخص يعني المثقف هذا الآن، ولكن أحد المثقفين العرب في رسالته قال: الذي أتمنى أن لا تتحول المجلة إلى وعاء لتجميع ما يصلها بالبريد، وأن تتوجه نحو اجتراحة والتفكير في محاور وفي ملفات هي من يستكتب الكتاب ويطلب منهم، تحدد المحاور وتطلب من الكتاب أن يكتبوا في هذه المحاور. هذه الدوريات التي صدرت في بواكيرها على المستوى العربي يعني كان لديها ما يمكن أن نطلق عليه الرسالة أو الهدف، وهو نشر فكرة معينة، نشر توجه معين يتعلق تحديدا بالنهضة، بالتقدم، بالحداثة. هذا نجده في الهلال، نجده في المجلات التي صدرت في بيروت، مجلة تجربة مثلا على سبيل المثال المهمة مثل تجربة الآداب البيروتية للدكتور سهيل إدريس، كان لها دور كبير جدا في يعني في أنها أصبحت رافعة للحركة الأدبية والإبداعية الجديدة في العالم العربي. يمكن أن نشير هنا عندما نتحدث عن اتجاه مغاير لمجلة الطريق، أولا قبلها مجلة الثقافة الوطنية وكان يرأس تحريرها المرحوم حسين مروة، وبعده بعدها بعد توقف الثقافة الوطنية صدرت مجلة الطريق، وهي أيضا تعثرت في السنوات الأخيرة ولكن تصدر بشكل يعني مرتبك ممكن القول. في حينها أيضا هذه المجلة لعبت دورا كبيرا يعني على الصعيد الثقافي والأدبي والفكري. يسمحوا لي في هذا المجال يمكنكم، لأن الأخ علي تحدث عن تجربتي مع بعض الدوريات الثقافية، أن أشير إلى يعني تجربتي الشخصية طبعا بالإضافة إلى التجربة الحالية في البحرين الثقافية، ونحن ثلاثة الموجودين أو الأربعة بالأحرى، أيضا زميلة زهرة هي سكرتيرة تحرير المجلة، لنا صلة بهذه الدورية، الأستاذ علي والأستاذ عبد القادر كمؤسسين، و أستاذ عبد القادر لا زال مستمرا رئيس تحرير المجلة وأنا مدير التحرير. لكن أنا سأتحدث عن تجربتي في مجلة الرافد في الإمارات. الحقيقة أنا عندما يعني في بداية إقامتي في الإمارات في بداية التسعينات عملت في دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وكان هناك تأثير في إصدار المجلة، وكلفت في حينها طبعا رئيس التحرير، يعني على جري العادة في المؤسسات الثقافية يكون أما الوزير أو رئيس الدائرة وإلى آخره، فأنا كنت مدير تحرير هذه المجلة. صدرت المجلة
بشكل فصلي في البداية كانت مجلة فصلية على طريقة البحرين الثقافية حاليا. في الأخير المجلة يعني صدرت وتركت صدى طيب، في حينها لم يعني الآن في الإمارات عدد كبير من الدوريات لم تكن موجودة، لم تكن موجودة دولية ثقافية، وهناك أيضا دوريات تصدر في أبو ظبي وفي غيرها من لم تكن موجودة، كانت تكاد تكون بعد المجلات التي يصدرها اتحاد الكتاب كانت الدورية الوحيدة التي تصدر عن مؤسسة ثقافية في الإمارات. بعد حين يعني عندما يعني استوت المجلة يعني على رجليها مثل ما يقولون، فكرنا في أن نحولها إلى يعني مجلة تصدر مرة كل شهرين. وبعد حين يعني أيضا بعد سنتين من هذا التاريخ، أنا يعني أشرف عليها 10 سنوات متواصلة، تحولت إلى مجلة فصلية شهرية. وأذكر أن أنا عندما يعني خطر في ذهني فكرة تحويل المجلة إلى شهرية، ذهبت إلى رئيس الدائرة وقدمت له المقترح، وكان جوابه في حي يعني ماذا سنستفيد؟ يعني ماذا تستفيد الدائرة يعني من هذا؟ مصروف إضافي وعبء مالي إضافي، هل سيعود ذلك بعائد؟ فأنا قلت يعني لا، لن يعني كما هو معروف هذه الدوريات لا يكون لها أي عائد، ولكن على الدائرة أن تتعامل مع هذه المجلة كما تتعامل مع المهرجان المسرح ومع البناء للفنون التشكيلية ومع أي نشاط ثقافي آخر. يعني هذه أيضا ليس لها عائد، تصرف عليها المؤسسة الثقافية ولكن لا تعود عليها، بالعكس يعني هي. فهذا هو جزء من التنمية الثقافية، أن نصرف على دورية ثقافية ترفع اسم الشارقة واسم دولة الإمارات. وأعتقد أن طبعا أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الفترة الحالية من تجربة المجلة، ولكن في حدود الفترة التي كنت أشرف عليها أعتقد كانت المجلة لها صيت جيد يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي. الآن طبعا صدر دوريات أخرى بإمكانيات أفضل بدعم أكبر من التي تحظى به الرافد وتستقطب أسماء كبيرة، ولكن هي تقع في نفس المحظور الذي تحدثنا عنه. يعني مثلا مجلة مهمة الآن مثل مجلة دبري الثقافية، عندما تفتحها يعني تجد غابة من المقالات لكبار الكتاب العرب من مختلف البلدان، يعني كل اسم كبير يجد له حيز في هذه المجلة على شكل مقال صحفي، يعني ليس دراسة أو علاقة. وأنا أعتقد أن هذا لا معرفك تقدير شخصي لا يحقق الهدف المرجو من الدورية، في أنها تتوجه إلى مناقشة قضايا المجتمع الذي تصدر عنه، لأن هناك صحافة الآن، هناك صحف يومية بالمئات ليس بالعشرات بالمئات تصدر في مختلف البلدان العربية وتتضمن ملاحق ثقافية كبيرة، ويكتب فيها كل هؤلاء الكتاب، وربما يتابعها الكاتب بشكل يومي أكثر من ولذلك على الدوريات الثقافية الآن تتوجه نحو إثارة القضايا والموضوعات وتبحث في الظواهر التي لا يمكن بحثها في الصحافة، أو لا يمكن أن يتناول أن يعني يجد لا يمكن أن يمسك بها إلا الكتاب في البلد المعني المطلعين على قضايا بلدانهم وتاريخهم والهواجس والشؤون الثقافية التي تعنيهم. أعتقد أنا أكتفي، يعني هناك بعض النقاط لا أريد أن أكررها، نتركها للمناقشة الموجودة، ربما يعني تكون في فرصة لأشير إلى بعض المسائل. براشي يعني عندي تعقيب أو مو تعقيب، استدراك. شكرا حق الأستاذ. شكرا للدكتور حسن بدر، تفضل استاذ. أنا فقط يعني أريد يعني أسجل تقرير خاص حق بعض المجلات اللي كان لها دور حقيقة غير عادي. يعني أتذكر مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية اللي كانت تصدرها جامعة الكويت، كانت يعني في فترة من الفترات يعني زاهرة وقطت يعني على قدمت مجموعة من الدراسات. بعدين في البحرين جامعة البحرين أصدرت مجلة ثقافات، وهي كذلك مجلة مرموقة، وأصدرت كذلك مجلة العلوم الإنسانية. طبعا ما ننسى يعني أنا قلت تجربة كتابات، لكن أحب أقول أن الأسرة بعد ذلك أصدرت مجلة كلمات،
ويعني صار لها كذلك صيت وكان لها دور يعني لا يخفى على أحد في يعني في فترة كان ما في يعني مجلات ثقافية. بعد أريد أناوب بمجلة نادي العروبة. يعني نادي العروبة يعني من ضمن أنشطته أصدر مجلة وحرص على أن تكون فيها أسماء وتكون فيها دراسات. صحيح قد جاربها مقالات وكذا، لكن يعني يكفي أن نادي يفكر يعني هذا التفكير ويواصل في إصدار مجلة يعني ثقافية بشكل عام. فقط حبيت أنوه بهذه الملاحظة. شكرا. شكرا لك سامي. نفتح بعض المداخلات أو مناقشات إذا حاب. في مايك ثاني ولا بس؟ ناصر مايكروفون. في حادثة يعني جميلة تذكر الكويت لما كان عندها الشاعر فهد العسكر في الستينات والخمسينات فكروا يسوون كتاب حقه. ففي المداخلة انحصرت في أزمة التلقي ومنافسة المواقع الإلكترونية أو سهولة التعاطي مع الثقافة عن طريق عبر طرق أخرى غير الورقية. في عندنا حين أزمة التلقي وإذا في ملاحظات أو في تخرج. أنا مسجل بعض يعني بعض الملاحظات بالنسبة داخل فيها بشكل موجز يعني أن المجلة وعاء يعني يجب أن تتجنب أن تكون المجلة وعاء. يعني هذا من أصعب أكبر تحدي لأي مجلة. حتى المجلة ما تكون وعاء أولاً لازم تكون عندها إمكانيات غير عادية حتى تصدر ملاحق تحدد مواضيع عندها كتاب وباحثين ودارسين متخصصين قاعدين متفرغين وهذا يعني مش موجود أو إذا كان موجود فبشكل جزئي. ترى أخواني وخواتي أي مجلة أدبية أو ثقافية تصدر في الوطن العربي فهي على كف عفريت. يعني تصدر لكن تتوقع العدد الثاني في أي لحظة. حتى لو كانت مدعومة. حتى لو كانت مدعومة من أي طرف. أي مسؤولية ما يبني على اللي سووه لي قبله. يهدم كل شيء ويسوي من جديد شيء آخر. حتى لو كانت مدعومة من أقنى دولة في الوطن العربي. كل المجلات الأدبية والثقافية على كف عفريت. أنا من واقع تجربة يعني مريرة في مثل هذا. هذه نقطة. سبب المباهاة؟ نعم. السبب؟ السبب يا أخي السياسة والأفكار يعني العقلية العربية اللي تدير السياسة وتدير الثقافة وتدير كل شيء. أنت الآن هي وزير؟ يلغي الثقافة الشعبية، ما تعجبني هذه الثقافة الشعبية، ما لها علاقة بها، هذه البحارة تكرموني لبسوا الأزرة وكذا، والطنبورة خلاص، معناته تمركين الثقافة الشعبية واللي هي جزء مكون أساس من الثقافة العربية، لأن مزاج واحد يقول لك ما يعجبني الثقافة الشعبية، يجي واحد يقول لك أنا والله المسرح كلام فاضي. يركن المسرح، يعني هذه هي العقلية اللي تدير، هذه نقطة واحدة، النقطة الثانية بالنسبة حق إن الوزن ثقيل وإن إحنا بحاجة إلى حل جديد، هذا الكلام صحيح، يعني إحنا نصدر مجلة الثقافة الشعبية وزنها كيلو، حتى توصل للإسكيمو يكلفنا 25 دينار النسخة الواحدة، فطبعاً إحنا نطبع المجلة على سيدي، البلدان البعيدة نطرش لها سيدي. مبلغ زهيد بسيط يعني ما احنا ما نرسل المجلة لكل البلاد العربية او الاجنبية يعني مجلة فيزيكال نسخ ورقية لان كيلو فيها بالضبط 260 صفحة يعني عبارة كيلو كامل وزنها يعني تطرش اسكيم او تطرش اي مكان في الاخر يعني انت كم عدد ترسل يعني اذا ترسل 10 نسخ 250 دينار مثلا يعني. هذه نقطة فيعني الاستمرار في يعني مجارات ويعني متابعة التطورات بضرورة يعني المجلة الثقافة الشعبية لها موقع على الانترنت
عندنا الآن ثلاث لغات، حاولنا اللغة الروسية فعلا مشينا تقريبا ستة أعداد، حاولنا اللغة الصينية مشينا شوية، اللغة الإسبانية مشينا شوية، توقفنا لأن صارت عندنا مشاكل في الترجمة، إن المترجمين ما يستطيعون يتابعونك بصدور المجلة مع أنها فصلية، لكن أنت بحاجة أن تجمع ست لغات للغات اليونسكو المعتمدة، إحنا الآن بأربع لغات، لكن اللغتين الثانيتين اللي هي الصينية والروسية يعني نبي ناس مقيمين في البحر يعرفون الصينية، يعرفها بالعربي حتى نعرف وين نحط المادة وين نوديه وين يجي، يعني في شيء لوجستيك في هذه المواضيع، لكن إن شاء الله بنتغلب عليه والموقع راح يكون بست لغات في المستقبل. يعني هذه بعدين إخواني وخواتي ترى نقطة مهمة، يقول لك القارئ ما يقرأ ما يهتم بالمجلات الثقافية، قضية مش قضية، إحنا لازم ننظر إلى تطورات الحياة نفسها. بعدين كل مجلة عندها قارئ مستهدف، المجلة اللي تصدر في دبي تبي توصل لكل القراء، أنت لازم تعرف أنها هي تستهدف كل القراء، المجلة العربية تستهدف كل القراء، لكن مجلة متخصصة مثل مجلة دراسات الخليج والجزيرة، مثل وثيقة، مجلة تاريخية، يعني أكيد بتروح للمختصين، مو كل واحد مهتم بالتاريخ ومقالات، حتى لو اهتم بالتاريخ يهتم فيه إن جنرال، بس ما يهتم فيه تفصيل ودراسات وأبحاث، والدراسات بالأقل دائما شيء ثقيل، يعني وجبة ثقيلة، تبي واحد قاعد يقرأ، جاي يبي يعمل بحث، يعمل دراسة، فلازم نعرف أن كل مجلة أنها يعني قارئ مستهدف فئة معينة، فئة معينة، وهذا يعني يجب أن نعترف به، يعني مجلة متخصصة ما ناشونال جيوغرافيك مجلة حق كل واحد، لكن مو كل الناس يقرونها، لها مجموعة متخصصة يقرونها، فإذا مستويات القراء بعد، في قارئ يهمه موضوع، وفي قارئ ما يهمه ولا موضوع، ولا موضوع يهمه. يقعد عند التلفزيون والرموت في يده 90 محطة يمر عليها ما يوقف المحطة، قاعد ملول، مشاهد ملول، ما يبي يشوف شيء ما يلقاه، شنو يدور ما تدري، 90 محطة جك 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 قدامه، احنا نشوف في البيت عندنا وفي كل مكان وحوالينا، يعني انتم ما يخفى عليكم، يعني هذه نقطة الثبات والنمو. يعني انا في تهيئ لي مثل ما قلت ثبات غير وارد، وبعدين انا ملاحظ شيء واحد، ان الملاحق الادبيه في الجرائد والمجلات ما عادت، اول وين الجرائد تصدر ملاحق ثقافيه، والملحق الثقافي مليان، وفي محرر ثقافي، الان ما في محرر رياضي، يعني اللي ما له علاقه بالرياضه ياخذ الملحق، مثل اللي واحد ما له اهتمام بالادب ياخذ الملحق الادبي، فأنا في رأيي يعني وفي تقديري إن في تراجع، يعني نظرة الجرائد والمجلات في تراجع في الاهتمام بالقضية الأدبية، أول شيء ضعفت الملاحق الأدبية، تراجع دورها، والآن أصبحت غير موجودة، ما يقول لحظاتي وشكرا لك. شكرا أستاذ علي. أستاذ عبد القادر، ملاحق الزاوية الثقافية ما لها مردود بالنسبة مادي، لازم تأخذ إذن من مديرك إن شاء الله. شكرا. حقيقة أنا أتفق مع أستاذي العزيز عبد الله خليفة عن موضوع الوعاء اللي تفضل فيه واللي تكلم فيه الدكتور حسن مدن، وأنا أذكر جيدا أن تحدثنا مع الدكتور حسن مدن في هذا الموضوع سابقا، وحاولنا قدر الاستطاعة أن لا تتحول لا تتحول المجال إلى وعاء. في كثير من تم إعداد كثير من الملفات، مخاطبة الكتاب البحرينيين، نحاول إلى حد ما توازن بين الكتاب من خارج البحرين ومن داخل البحرين. شقد ننجح فيه أو لا، يعني محاولة موجودة أحيانا، وأنا يعني أستطيع أن أقول أن كثير من الكتاب البحريني والموجودين في الصالة كتبوا وشاركوا عبر السنوات التي صدرت فيها المجلة. بالنسبة للموقع الإلكتروني والإخراج، يعني هذه حكاية طريفة حقيقة، في سوء حظ ما أعرف كيف، يعني الزهرة ربما تشهد الدكتور حسن مدن جبنا أكثر من شخص،
أكثر من شركة حتى لوضع تصورات جديدة لإخراج دكتور نبيلة أستاذ عبد العزيز، يعني في تصورات يعني مجموعة تصورات ثم لا تنفذ. الموقع الإلكتروني كان من أيام الدكتور الأستاذ علي عبد الله خليفة، جاي شخص متخصص وكان وقتها الدكتور عبد الله يتيم رئيس التحرير، وحاول يعمل يعني بشكل ما كان مناسب. شركة النديم في سوء حظ حقيقة في هذا الموضوع. آخر شيء ربما قبل أشهر أجا يعني أحد الإخوان المهتمين وعرض علينا تصميم جديد للمجلة وللموقع الإلكتروني. إن شاء الله يعني أكيد تأخر ولا شك، أنا أتفق معه وهو مهم جدا، وأعتقد ضروري جدا من التواصل مع القارئ. كنا ظلينكم، كنا ظلينكم ولا شيء. الموضوع بس أنا أريد أقطع أوضح نقطة، إن في فرق بين المجلة الشهرية وبين المجلة الفصلية. حقيقة المجلة الشهرية حتى لو كنا نتكلم عن موضوع الانتشار والفرق بين العربي والمجلة زي المجلة البحرين الثقافي، أنا أعتقد مجلة الشهرية لها طابعها، لها ظرفها، لها خصوصيتها. هي شهرية فتقع بين الصحافة وبين المجلة، دائما تنحاز يعني بين الطرفين. المجلة الفصلية اللي تطلع كل ثلاث شهور لا تستطيع أن تركض وراء الحدث، فهي تتخصص أكثر في الفكر في الثقافة. لا يمكن يعني نمليها باللوحات وبالصور الحدث نفسه اوريدي راح، يعني انت تتكلمين عن حدث يحصل اليوم انا اصدره بعد ثلاث شهور هو ميت، حتى الصور من الناس شافتها ملت منها ويعني اصبحت صور قديمه. انا اتفق اللوحات مهمه، وحقيقه الاخ موسى حسن مخرج المجلة موجود ومجتهد بدون يعني أبالغ في هذا، في وضع اللوحات لفنانين بحرينيين. يعني كرس الأخ موسى إن في كل عدد لوحة الغلاف هي لوحة لفنان بحريني وتعريف عنه بالداخل، وأعتقد هذه مشينا على هذا الموضوع سنوات طويلة، إنه مهم عندنا فنان بحريني يكون له تواجد على الغلاف وداخل مجلة، في نحاول نكثف الصور للفنانين البحرينيين بذات الفن التشكيلي. الأستاذ منصور يعني تكلم عن موضوع الطابع الرسمي، والدكتور الأخ العزيز راشد نجم أيضا عن هيمنة سياسة الدولة. أنا بس أريد أقول شيء للأمانة حقيقة، يعني أنا موجود في هذا المجلة مع الدكتور حسن مدن وعلي عبد الله خليفة. أنا أعتقد الدولة مش مهتمة بالمجلة فلم تضع أصلاً، هي أصلاً تركت لنا إحنا كيف ندير المجلة حقيقة. هذه الحقيقة يعني ليست هناك سياسة معينة، ليس هناك طابع معين يفرض علينا أن نعمل كذا وعمل كذا. هذا مؤكد أستاذ منصور، يعني ليس هناك طابع رسمي. أنا أعتقد هي المجلة موجودة وعلى بركة الله، كيف ممكن إحنا على الطاولة نمشيها. وبكل اجتهاد حقيقة الأستاذ علي والدكتور حسن وكل الإخوان والأستاذة زهرة عمان الخير، إشكال المجلة حقيقة ما تكمن بالسياسة. أنا أعتقد هي إشكالها إن إحنا أساسا موظفين، يعني إحنا موظفين نشتغل في وزارة الثقافة مش متفرغين في هيئة التحرير. صح من خارج الوزارة دكتور نادر كاظم وأخت إيمان أسيري ويعني مجموعة من لكن هذه أشبه بمستشارين يقرؤون النصوص ويعطون رأيهم في جودة النصوص أكثر، لكن العمل الحقيقي يعني زهرة هي سكرتيرة التحرير لكن أمامها مسؤوليات كثيرة أيضا في الإدارة. هذا يشكل يعني حقيقة صعوبة في الحركة. أيضا هناك يعني موضوع الميزانية المحددة مثل هذه الموضوعات. أنا أذكر يعني
ذات مرة مع الأستاذ علي عبد الخليفة زرنا مجلة الدوحة قبل كذا سنة، فوجدنا أن فيه حوالي 60 شخص اشتغلوا، بينما يعني أنا وهو كنا في مدير مجلة، فيعني حسرة شديدة جدا يعني في نقص 58 شخص يعني. يعني كثير من الإخوان كانوا يسألون كم عدد، مثل ما تفضل الأستاذ علي، كم عدد الأشخاص المخرجين وما إلى ذلك. ونفس القصة أيضا بالنسبة للبحرين الثقافية، العدد محدود حقيقة اللي يشتهد ويشتغل عليها. هاي تقريبا أنا أتفق مع الأستاذ عزيز دكتور راشد عن موضوع ثبات النمو. الإشكال هو متعلق بمزاج المسؤول أكثر من الصورة الثقافية العامة. هذا مثل ما تفضل الأستاذ علي عبد الخليفة، ممكن مسؤول ما يلغي كله وآخر لا يهتم وآخر ممكن يعطي أكثر، هي متعلقة بالمزاج وليس بالسياسات. ما ينقصنا هو وضع سياسات ثابتة في التنمية الثقافية، يعني لا نستدعي، لا يستدعي وجود وزير أو مسؤول، هناك سياسات ثابتة. وشكرا جزيلا. يعني أنا باختصار يعني بعض الملاحظات أشار لها الأخوان بعد بعض عليها بسرعة، استكمالا لحديث الأستاذ عبد القادر وردا عن الأخ عزيز، يعني حول الطابع المحلي والبحريني للمجلة، يعني أضيف إلى ما أشار إليه الأستاذ عبد القادر أن هناك أولوية كاملة تعطى لأي مادة بحرينية حقيقة. يعني أن بعض الكتابات أو المشاركات القادمة من الخارج ممكن تنتظر عدة أعداد يعني، ولكن أي مادة من البحرين والتي ظهرت على ذلك جيدا تعطى أولوية في النشر، يعني ممكن تنشر مباشرة قبل صدور العدد إذا قدم. بعد ذلك إحنا بدلنا محاولة يعني من فترة لفتح ملفات يعني حول القضايا البحرينية، من ضمنها ملف عن الأدب النسائي في البحرين، نشر يعني هذا ملف أعتقد كان قيم، ملف عن الدوريات الثقافية بالمناسبة مشابه لموضوع هذه الندوة، ملف عن ذاكرة المكان في البحرين، يعني في ثلاثة أربعة ملفات على الأقل نزلت. ولكن أنا أعتقد ضعف المادة المحلية سواء في البحرين الثقافية أو في غيرها يعود إلى أزمة أشمل. الحقيقة في أزمة يعني في النشر الثقافي في البحرين، يعني وفي غياب إلى الملاحق الثقافية أيضا، يعني خل المجلة البحرين الثقافية. يعني أنا الآن يعني أشير بأسى يعني إلى توقف جريدة الوقت وملحقها الثقافي كان من أهم الملاحق الثقافية، يعني للأسف مع توقف المجلة غاب الملحق الثقافي، لا يمكن هو الوحيد كان أو يتيم في البحرين ممكن واحد يتابعه. يعني أنا أشير مثلا إلى دولة الإمارات وهي أقل، يعني إذا تحدثنا عن الديناميكية المحلية الوطنية يعني للثقافة لا تقارن بالبحرين. مع ذلك يعني هناك ملحق عن جريدة الخليج، ملحق عن جريدة الاتحاد، البيان عندها بيان الكتب، يعني في عدة ملاحق ثقافية تصدر في الأسبوع الواحد، هذه طبعا تلعب دور مهم. عمان الآن في مجلة جريدة عمان عندها ملحق مهم شرفات بشكل أسبوعي ومتميز، وهذا الشيء يعني يبعث على الأسى، يعني أن البحرين مثل ما شرح الأخوان يعني السباقة كانت إلى آخره، هي الآن يعني في هذا المجال في يعني هو بحاجة إلى شوي تحليل عوامل الأزمة الثقافية في البحرين، ولا هي أعتقد تنعكس، لأن أنت حتى لو أردت الآن تفتح ملف من الملفات حول أي قضية من القضايا أيضا أنت تريد مشاركين فيه، تريد مساهمات، يعني هذه المساهمات يعني غير متيسرة يعني بالصورة اللي احنا نتصورها، تكلم هذا من واقع التجربة. هذا لا يعني طبعا أن يجب أن تبذل جهود أكبر في هذا الاتجاه، يعني أنا أتفق معك، ولكن يعني ليس غائبا هذا الموضوع عن موضوع الصفة الرسمية للمجلة. أنا أعتقد يعني من البحرين الثقافي إجمالا يعني إيش لا ننظر إلى أمر صدور مجلة ثقافية عن وزارة الثقافة أو عن مؤسسة ثقافية رسمية كنقيصة،
مسؤولية الدولة أن تصدر دوريات. هذا المنصب إذا الدولة تقاعست أو تخلت عن هذا المهام يجب أن يضع المثقفون في أولوياتهم مطالبة الدولة بأن تصدر دوريات. يعني من يعني الثقافة بشكل عام هي صناعة ثقيلة، يعني لا يستمد يعني من ما هي اللي أردنا الآن نسمي الدوريات الثقافية في العالم العربي، ما هي الدورية التي تصدر عن فرد؟ لا يمكن، لأن يعني سهيل إدريس ابنه هذا سماح إدريس صار يجور العالم العربي ودول الخليج يبحث يعني يشحد إحنا مثل ما نقول علشان يأمن استمرار الآداب، يعني مع أن هي الآداب طبعا لم تعد بالزخم والحاوية، مع ذلك هي تستمر بسبب أنه أمن لها دعم. يعني أنا أعرف أنه زار دول الخليج وغير دول الخليج وأخذ مساعدات يعني مالية من أجل أن تستمر المجلد. على ذلك فكل الدوريات الثقافية عمليا الآن في مصر أو في تصدر عن وزارة الثقافة، ونعتقد أن هذا يعني هذا ليس يعني طبيعة الحال. نحن ندعو لأن لا تدخل الجهة الرسمية في المادة الثقافية أو في محاصرة الثقافة أو التضييق عليها يعني، ولكن مجرد أن صدور دورية ثقافية عن جهة رسمية هذا يعني من صلب مهام الدولة. يعني مثل ما الدولة تقدم التعليم وتقدم الصحة يجب أن تقدم الخدمة الثقافية. يعني أنا أعتقد لا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر، وإلا لن تصدر دوريات ثقافية. إذا يعني لا أحد يستطيع الآن، لا توجد جهة لا رأس المال الوطني في البحرين أو في غيرها من البلدان في وارد أن ينفق على الثقافة أو يصدر دورية ثقافية بالتكلفة التي ينحرف، ولا لا أحد يمكن أن يقوم بذلك غير الوزارة. أعتقد يعني نكتفي بذلك. صحيح أختي زهر عانس، يعني في طرفة يعني أذكرها، يعني إحنا دائما يعني في وقت صدور المجلات الثقافية في مصر في الستينات كانت تصدر مجموعة من المجلات، وعيد إصدار الرسالة ومجلة الثقافة ومجلة الكتاب ومجلة التراث الإنسانية وكلهم. فكنا يعني نشتري المجلات، من ضمنها كانت مجلة الأديب اللبناني اللي يصدرها ألبير أديب، وهي مجلة منتظمة الصدور لسنوات طويلة، وأنا عندي مجلة يعني مجلدات لسنوات عديدة. فالأستاذ إبراهيم العريض قال أنت رايح لبنان أنا بعطيك رسالة حقيقة ألبير أديب، كانت الأستاذ المرحوم أستاذنا إبراهيم العريض ينشر فيها، فقال بعطيك رسالة حق ألبير أديب من فضلك سلم عليه، وبعدين في نفس الوقت تعرف عليه. أنا حقيقة فرحت إذا تعرف على طاقم مجلة الأديب، يعني تعرف على الكتاب وأكيد يا ألبير أديب رجال كبير، لكن أكيد الطاقم اللي عنده يعني فيه الخير. والله على العنوان رحت فطلع بيت صغير، تشيت غيرت شيء بقاعد حوالي المجلات وكذا، قال نعم رسالة من الأستاذ إبراهيم العريض، قرأها ورحب وكذا. قلت له صراحة أحب أزور مقر المجلة يعني. يا ولدي أبي مقر المجلة. قلت له طيب يعني أبي ألتقي بالكتاب. قال يا ولدي أنا اللي أراجع البروفات وأنا اللي أشحن وأنا اللي أسوي ريال كبير. يعني أنا أريد أقول ترى يا إخواني يعني أبي بس أخدم هذه الكلمة إن لي متعة بما فيها من قلق، بما فيها من مخاطر، بما فيها من خسران. يعني أنا نتيجة مجلة كتابات هذا ما يدري أنا بغيت أروح السجن لأن تيمنعت فلوس كبيرة للمطبعة وما نقدر ندفعها. فيعني اللي أريد أقوله إن هذا الهاجس هاجس في مغامرة، وفي شيء كبير من المتعة، وفي شيء كبير من حب أداء الواجب. تحس أن هناك نقص ما، وأن أنت لازم واحد من الناس اللي لازم يساهمون فيه. يعني برغم كل ما فيه من مخاطر مغامرات وكل ما فيه من يعني شرشحة صراحة يعني وبهدلة كبيرة جدا، إلا أنه ممتع. وأنا في تصوري لو توقفت أي مجلة أكيد بنصدر مجلة ثانية. شكرا لكم. شكرا لك يا صالح. استمتعنا طبعا بالأمسية عن ما سيتكلم. استمتعت بكل ما ذكر بدءا من الأستاذ عبد القادر عقيل حينما تكلم عن الرواد ومعركة النهضة، وتحدث عن دور الرقابة والدعم الرسمي وتراجع نسبة القراءة والتحديات أيضا. استمتعت مع دكتور حسن
مجتمدا في المتغيرات التي حدثت في المنتج الثقافي وتجربته مع الرافد وتعدد الدوريات وايضا مع استاذ علي عبد الخليفة مع الصراحه الطرائف والصعوبات اللي لابد ان توثق يعني. شكرا للامسيه الجميله وشكرا للضيوف وشكرا للاستمتاع. الاسبوع القادم بنكون في مقهى شباب ثقافي في مركز كانو.